عايزين بقى نتكلم عن الاهلي والزمالك عايزين نتكلم على مبارتين غايه في الاهميه على صفيح ساخن بكره ان شاء الله زي ما قلنا الاهلي مع بيراميدز والزمالك مع اسوان هنتكلم كمان على الميركاتو الشتوي بالنسبه لنادي الاهلي وبالنسبه لنادي الزمالك معانا هنا في الاستوديو محسن لمنوم وخالد عامر نبدا بمحسن رايك في الميركاتو الشتوي بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك آه خلينا نبدا بالنادي الاهلي لانه اكثر اشتعالا شويه مم. للاسف اشتعالا ولا احتياجا احتياجا واشتعالا يعني او 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 ترقبا خلينا نقول ترقبا للاسف اداره النادي الاهلي ما تعلمتش من اخطائها يعني في بدايه ما تولت آه الاداره دي سنه 2000 و... اخر سنه 2017 آه اول بطوله اللي هو سعد فقد فيها الاهلي بطوله افريقيا من امام الترجي مم. كان يومها في الصيف الاهلي ما جابش الا اثنين لعيبه احمد علاء كان في الداخليه وكان في لاعب سنغالي كده طويل مش تقريبا اسمه سليف كوليبالي مش ساليف كوليبالي كان طويل كده ما جابش لهم اللي هو 2017 2017 2018. كان كارتيرون اللي ماسك هو اللي طالبه بالاسم بالظبط اه لانه كان بيدربه قبل كده طيب. فالمهم ايه الاهلي ساعتها الاداره لقيت الفرقه ماشيه ومكمله فخلاص ما جابتش ما جابتش لعيبه مع انه المركات الصيفي في الاساس بيبقى العدد الكبير والتكميلات او الحاجات تسد الفراغات بيبقى في الشتوي مم. لما الاهلي خسر بطوله افريقيا في النهائي قدام الترجي وايا كانت الاسباب مش مش دي المشكله خسر في النهاية البطوله راح الاهلي طبعا الانتقادات انت يا عم ما جبتش غير اثنين احمد علاء ما بيلعبش وسليف كوليبالي مش ده بتاع النادي الاهلي فين الصفقات فراح الاهلي عمل 9 صفقات في يناير فقلب الايه يعني جاب اتنين في الصيف اللي هو مفترض بيبقى جودتهم دي بقى ايه جوده لا وجاب بقى كان رجع ديني. رمضان ساعتها مم. من هانز روستوك وجاب آه حسين الشحات رمضان من ستوك سيتي او ستوك سيتي آه. عفوا مم. اه صار هنزر سوق آه آه ده <applause> ودول كان ابرز اثنين بس تقريبا ياسر ابراهيم يعني جاب جاب ساعتها تسع لعيبه يعني مم الجوده بتاعتهم قد قيمه عاليه والنادي الاهلي ساعتها فرق حتى في الفرق فهو النهارده المفروض كان الاداره عملت خلاص خطوة السباقيه انت السنه اللي فاتت عندك مساحه من الوقت كبيره جدا في الصيف والفرقه نفسها قعدت حتى النادي الاهلي السنه اللي فاتت ان الجمله اللي انت قلتها دي قاسيه شويه ان ليه؟ الاداره اداره النادي الاهلي تتحمل مسؤوليه الاخفاق في في موسم او الميركاتو الصيفي مش شايف قاسيه شويه لا يعني مش قصية على على من على مين اللي هيتحمل الجهاز الفني يتحمل لا الاداره الاداره لان الاداره هي اللي شايفه كل حاجه فهو احنا يعني ايه جمهور مصر مم. اهلي حتى او زمالك او اي جمهور للأندية الاخرى مستنيه النادي الاهلي يعمل صفقات كتيره مم. وكلنا كنا شفنا بقى مش عارف مين فين ومش عارف شربوه فين وحاجه وفي النهايه نصت على الثلاثه اللي الاهلي جابهم حتى ما بيشاركش ميسي اللي هو مصطفى سعد واعتقد ما شاركش في التدريبات اصلا اه, آه شادي حسين آه. هو اللي يمكن شارك شويه آه. وبرونو سافيو بس برده مش ده النادي الاهلي اصل هقول آه. لحضرتك كون ان انت كبير هو ليه لما يجي يتكلم عن نادي الزمالك ليه نادي الزمالك دلوقتي فريق قوي مم. لان عشان تبقى فريق قوي حتى أقول لك انت انت تبقى انسان قوي زي رصيدك في البنك مم. هو اللي بيقويك هو طبعًا البنك في كره القدم الاحتياط. طبعا الدكه انت النهارده اللي بره زي اللي جوه مم. مش هقول لك احسن منه اللي بره زي اللي جوه عشان ده لما يمشي البديل على نفس الكفاءه لكن انت النهارده مش هقول لك اللي موجودين تعبانين لا حتى لو قوي. فين البديل؟ انا مش شايف على الدكه فهو النهارده النادي الاهلي برضه وفر بقول لك بصراحه ما جابش لعيبه خلاص الفرقه رجعت اصل الفرقه كانت مريحه سبع اسابيع لا لا ثانيه واحده اه السبب في عدم آآ 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 عمل ميركاتو صيفي قوي اه النادي الاهلي اه اه, أه, أه عايز يوفر؟ لا مش مش قصدي مش قصدي عايز يوفر آه هو اوريدي آه الفرقه كانت مريحه سبع اسابيع تقريبا اللي هو في نهايه الموسم فالفرقه الكبيره جايه اللي هو الشناوي بقى علي معلول ومحمد شرقي اللي هم الكبار يعني ايه الكبار فالكبار موجودين زائد خدوا بقى راحه زائد الجماعه المصابين رجعوا خلاص كانوا خفوا كان بيرسي تاو قبل ما يتصاب تاني وكان اكرم ربنا يشفيه قبل ما يتصاب تاني وبعدين عملنا كمان كان متوقع يتعمل تلات اربع س... اربع خمس صفقات فيستدوا مش محتاج ما هو اوريدي اللعيبه دول رجعوا يعني اعتبروهم صفقات يعني لكن الحقيقه ان مش ده الكواليتي بتاع النادي الاهلي النادي الاهلي انت نادي كبير انت بتشارك في الدوري في الكاس في السوبر في افريقيا في كاس عالم الانديه مم. طيب هي جات لك كاس عالم الانديه انت النهارده ده الشهر اللي جاي آه بالظبط الش... اه ده اخر اه بالظبط الشهر اللي جاي يعني انت انت لازم تكون على مستوى الحدث